حارس الكبير محمد الدعيع من الحراس الممتازين اللي ظهروا في منطقة الخليج ومنطقة العربية بشكل ممتاز. صعب طبعا تعوض محمد الدعيع في الفترة الحالية طبعا بالكرة السعودية انه يتعوض حارس مثل محمد الدعيع. محمد الدعيع يعني ممتاز بالأخلاق العالية بالتواضع، كان يعتبر يعني فلتة من فلتات حراس المرمى في العالم كله، يعني يمتاز بمميزات كاملة الأوصاف، يعني على رأسها قمة التواضع، يعني منذ نشأته حتى دي قمة التواضع. الحاجة الثانية الثبات، يعني ثبات في المستوى، مميزات الفنية اللي وضعته بين أفضل مدربي حراس المرمى في العالم، اليقظة الكاملة، اللياقة الكبيرة جدا، سرعة التلبية، ودي يتفوق فيها عن حراس مرمى كثير جدا، انه ليه رؤية في عندما تصور ليه اي تمريرة او اي تسديدة بيبقى حاضر في المكان المناسب. نحن اليوم نفتح احد صفحات تاريخ المملكة العربية السعودية الرياضية، وذلك من الحديث على محمد الدعيع كلاعب وكحارس مرمى متألق أبدع في جميع الملاعب سواء العربية أو الأسيوية. هذا الحارس الذي حصد كل الألقاب، شارك في جميع الملتقيات، لقب بالأخطبوط، انتقل من الهجوم للحراسة. يمكن اليوم أن نقول له هنيئا لك بهذا المسار الرياضي. كنعرفوا بأن هذا الحارس اللي كان يعني حارس من طراز عالمي، فربما ساعدوا الدروب باش يلعب في الدوري الأوروبية، ولكن يعني أبقى بأنه حارس القرن باش فوز حارس القرن، يعني خصو يكون بزاف ديال الصفات فيك، فهذه مناسبة باش نحييو لنا التكريم ديالو. محمد الدعيع غني على التاريخ، معناها حارس مرمى عملاق وتاريخه يشهد بذلك. أظن مع المنتخب السعودي كان من أبرز اللاعبين، معناها على طيلة المشوار الكروي اللي قام به، أظن رمز من رموز الكرة السعودية. على كل اللاعبين معناها يمشيوا على نفس الخطى اللي مشى به الحارس هذايا، أظن قدوة، لاعب يسحق كل التقدير. ما فيش كثير حراس من نوعية الدعيع. الدعيع كان فرش فيه كثير حكم نتبعوا الهلال كثير، نتبعوا المنتخب السعودي كثير، في كم من مرة، في كم من سنة، في كم من مباراة، كان هو اللي يغير نتائج مقابلات، هو اللي كان يعطي الدفعة ناديه وإلا المنتخب، كان ديما يقلب النتائج. طبعا الحارس محمد الدعيع أنا بحسن أقول عنه عملاق الحراس العرب والمملكة العربية السعودية، وخاصة في العقدين الأخيرين. يمتاز طبعا غير أداءه الفني وإبداعه بحراسة المرمى، بخلقه الرفيع، لعب كأس العالم عدة مرات. بحسن أقول أنا أنه هنيئا له بهالتاريخ المشرف.